ليو ميسي الفيناليتسيما او المباراه النهائيه اللي جمعت بين البطلين الارجنتين وايطاليا عن كوبا امريكا وعن كاس الامم الاوروبيه، وشو خصم ليونيل ميسي في المباراه بيتبعه بخماسيه مع استونيا. درسين مهمين جدا في الكوره يا جماعه. اولهم انه لما يكون في لغط حوالين لعيب معين لظروف معينه او بعض الامور اللي انت مش فاهمها، هو ليه وحش؟ هل هو متضايق ولا مبسوط؟ ما بيكونش عند الواحد رد مناسب في القصص دي الا لو اللعيب اتكلم. يعني لازم تستنى لحد ما يتكلم، لان هو الادق في الوصف. اي تقارير بقى، الجو ساقعه زي ما سواريز كان بيقول، مش متعود على ان هو يلعب في البرد، اصل مش حابب نيمار، اصله بيلعب علشان امبابي، كل ده تمام، لكن بتظل لحظه الحقيقه موجوده لما الراجل بيتكلم نفسه. حاجه تانيه، اعظم لاعب في العالم بيقول انا غلطان، ولا برد ولا مبابي ولا نيمار، انا غلطان. ايه اللي حصل؟ اللي حصل انه بعد نهايه المباراه ميسي اتكلم اخيرا، وكان الشو يستاهل انه ميسي يتكلم. قال ايه ليو ميسي؟ اتكلم على اسباب كتير، لكن عايز ابدا بالحاجه اللي غلط نفسه فيها. تخيل، قال ايه؟ قال انه بعد ما جالي كورونا، الكورونا دي اثرت على الرئتين، كنت لمدة شهر ونص مش قادر ان انا اجري بسبب التأثير اللي كان موجود على الرئتين. حلو، كان المفروض ان انا ارجع عند يوم معين، ما عملتش كده، حسيت ان انا مش طايق فرجعت بدري. لما رجعت بدري لا كنت قادر ان انا اجري ولا كنت قادر ان انا اعمل اللي كنت بعمله، ما قدرتش اتحمل الموضوع، وفي النهاية ساء الأمر جدا. أعظم لعيب على مستوى العالم بيقول أنا غلطت في حق نفسي لما كان عندي كورونا مأثرة على الرئتين لدرجة أن أنا مش قادر أجري ومش قادر أتحرك. أهي تركتني الكورونا بتأثيرات سيئة على الرئتين، عدت وكنت لمدة شهر ونصف لم أستطع حتى الجري بسبب التأثير على الرئتين، عدت قبل الموعد المحدد الذي كان يجب أن أعود فيه، وكان هذا الأمر جعلني أسوأ، لكني لم أكن أستطيع التحمل، أردت أن أجري وأتدرب، لكن في النهاية ساء الأمر جدا في تصريحاته لشبكة تي واي سي الأرجنتينية، وهي أكبر شبكة أرجنتينية موجودة في تغطية كرة القدم، وكنا مع بعض الاثنين في بارندور في العام الماضي. حاجة تانية، اتكلم على الموسم بشكل عام وقال ما يلي: النهاردة فكرت في نفسي فرديا وعن اللي حصل على مدار السنة اللي فاتت، ثم أفكر في القدرة على عكس الموقف عن أنني لم أغير شعوري تجاه تغيير النادي، ما قدرتش، يعني غيرت النادي فخلاص ده ما أثرش عليا، لكن في النهاية برشلونة وباريس. أعلم أن هذا العام سيكون مختلفاً بالنسبة لي، وأنا بالفعل جاهز لكل شيء سيأتي، عرفت النادي والمدينة، أصبحت أشعر بالراحة أكثر قليلاً في غرف تغيير الملابس مع اللاعبين، وأعلم أنه سيحدث شيئاً مختلفاً. وبالتالي كل اللي اتكلم فيه الصحفيين على مدار الفترة اللي فاتت، الراجل بينسجم، سواريز لما قال أنه محتاج ياخد على الأجواء نفسها في البرد، كل الكلام ده كويس، لكن في النهاية الراجل نفسه كان لازم يتكلم ويقول ان انا قصرت في حق نفسي، رغم انه ميسي بالمناسبه حاطط فوق ال 11 كره على العارضه والقايم، اللي هم لو كانوا جم كنت هتخش فيلم تاني خالص، فيلم تاني خالص. كلام سواريز عن القضيه لما قال انه ميسي بيعاني في باريس سان جيرمان بعد محادثه كانت شخصيه ما بينهم، وقال انه شويه بيتاقلم على الكره الفرنسيه وبيتاقلم على الجو البارد الموجود في فرنسا، فده اللي كان بيخلي المسألة بالنسبة له صعبة شويتين. وبالتالي عادي جدا انه اعظم لعيب في العالم وقد يكون في التاريخ يطلع ويقول انا غلطان. زي ما ده كان عادي، كان جميل بالنسبة لنا كجمهور ان احنا نتفرج على صراع ميسي وكريستيانو رونالدو من جديد، حتى لو كانت في مباريات متوسطة المستوى. ميسي